وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا أبو المستعصم من رجال تنظيم القاعدة بلاد الشام، اختصاصي انتحاري، وعن انشقاقي عن هذا التنظيم وانضمامي إلى جيش المقاومة فرع الشيخ أحمد حسون، وهذه هي هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الفدائي أبو المستعصم من مرتبات تنظيم القاعدة فرع بلاد الشام، اختصاص خبير تفجير. أعلن انشقاقي عن هذا التنظيم الخبيث وانضمامي إلى جيش المقاومة والممانعة فرع شريف شحادة، وهذه هويتي. كما نؤكد عن سبب انشقاقنا اكتشافنا أن التنظيم متآمر مع الاستخبارات الأمريكية إلى إبطال دور سوريا المقاوم والممانع. نوجه الإنذار الأخير إلى كل هذه الدول المتآمرة الفسق الفجرة بأن العملية القادمة ستكون في الشانزليزيه في باريس. إذا لم تكفوا عن التآمر على سوريا، والله أكبر. الله أكبر.